من سنين فاتت كان اي حد يبقى متضايق من وزنه وعايز يخس يقولوا له اعمل دايت، ما عندكش حل تاني غير انك تعمل دايت وتقلل من اكلك. بعد شويه بدا يبقى في ادويه بتساعد ان البني ادم يخس مع الدايت. بعد شويه بدا يظهر العمليات اللي بتجيب من الاخر كده زي ما بنقول لا ادويه ولا دايت، بقى هي بتقدر تتحكم في انك أكلتك تكون بسيطة جدا. وبعد شوية بدأ يبقى فيه الكبسولة الذكية، يعني كل يوم فيه تطور مستمر في مجال السمنة والتجميل. إيه سبب الطفرة دي؟ ده اللي هنقوله النهاردة إن شاء الله مع الدكتور أحمد سبكي، أستاذ جراحات السمنة والتجميل بجامعة عين شمس. دكتور أحمد أهلا بيك ومنورين. أهلا بيك، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. دايما يمكن كل حلقة تقريبا بيبقى فيه جديد في مجال التجميل والسمنة والعمليات. الطفرة اللي بتحصل كل شوية أسبابها إيه؟ السمنة دي حاجة بيعاني منها فئة كبيرة جدا، فهي من المجالات اللي الاندستري في العالم كله بتهتم بيها. دايما في بحث عن الأفضل، الأأمن، الأسهل، الأريح للشخص. فعشان كده في آخر 10 سنين زي ما حضرتك قلتي في تغير شامل جدا. بدل ما كان ما عندناش أوبشنز غير دايت رياضة، ولو هتاخد أدوية أدوية مش فعالة، وأدوية الفعالة ممنوعة ومضرة، عمليات كان فيها نسبة من القلق أو الخطورة أو المضاعفات وعدم الراحة مشاكل إلى طفرة جديدة جدا من الأدوية الآمنة الفعالة، البدائل زي الكبسولة، البالون، النحت بالطرق الحديثة اللي بيقدر يوصل الشخص لرسمة معينة في الجسم بدون مشاكل وبدون مضاعفات، إلى وصولا إلى الإجراءات اللي بنسميها عمليات، وهي أصبحت إجراءات بسيطة بتتعمل، عملية بتتعمل نص ساعة، نص يوم راحة في مستشفى ويوم راحة في البيت، والشخص بيعيش حياته عادي بدون قيء، بدون مشاكل، بدون نقص فيتامينز، أمان 100%، مفيش ألم، مفيش فترة نقاهة طويلة، مفيش معاناة، نتيجتها مضمونة، ما بترجعش تتخن تاني. فأصبح الفرايتيز والتنوع كتير جدا، والاختيارات كتيرة جدا قدام الناس، والتجارب العملية اللي موجودة قدامنا ان الناس بدأت تاخد الخطوات دي. يعني عدد العمليات اللي اتعملت في السنين اللي فاتت في آخر مثلا 5 سنين قد اللي اتعملت من تاريخ ظهور العمليات. فده على ما الناس بتبدأ تطمن. بالظبط كده. التجارب انا بشوف حد، ومش هقول لحضرتك ان التجارب كلها حلوة برضو، مش هنكر عليك، لان النجاح ده مرتبط بطفرة في التكنولوجي والأدوات والتحديث في الطرق، والطبيب هو المسؤول عن الطفرة دي كلها، فهو لازم يبقى عارف الطرق الجديدة وخبير فيها، ملم بالأدوات الجديدة والحديثة والدباسة الذكية والكبسولة الذكية والحاجات اللي كل واحد اللي يناسبه بالظبط، مطلع وبيسافر وعارف الطرق وعارف بياخد من خبرات الآخرين، مش مستني هو يتعلم في الناس بمعنى أصح. لا، احنا بنتعلم من بعض بطريقة أسهل في المؤتمرات الدولية وفي الوركشوبس وفي الميتينجز، بناخد خبرات في, 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 في نص يوم أو في يوم، ممكن واحد يسافر له مخصوص آخر العالم، بس النص يوم أو اليوم ده ينقل فيه خبرات وياخد خبرات كل اللي موجودين، يبقى وفر على نفسه 15 سنة أو 10 سنين من التجارب. فده بيسهل وبيحدث. اللي قدامنا دي الدباسة، دي مثلا الدباسة الذكية، دي اللي مسؤولة عن إيه يا دكتور؟ دي اللي بنعمل بيها عمليات التكميم والتحويل. تكنولوجي ما كناش نتخيل إنه هيجي في يوم من الأيام يقول لنا إن الكمبيوتر هو اللي هيقيم المعدة ويضمن بإذن الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى إن ما يحصلش مشكلة، ويرسم المعدة بطريقة معينة كمبيوترايزد في سوفت وير هو بيقيس ويحس السمك ويدي على المقاس بالظبط. هو ده اللي خلانا نقول ما بقاش فيه عنصر الخطأ البشري او قلة الخبرة شوية. فاصبح خبر الطبيب مع تكنولوجي على المستوى عالي ده اصبح بإذن الله نسبة الامان 100%، وبالتالي الناس حست ان في فرق، وعشان كده بتلاقي تجارب ناجحة جدا وما فيهاش أي مشاكل وكل حاجة فيها كويسة، وتجارب برضو مش حلوة للأسف ما زالت موجودة، لأن اللي بيشتغل بالتكنولوجيا الحديث ده نسبة قليلة من الناس. يعني شايفة حضرتك الفرق في الشكل ما بين خط الستيبل، أو إحنا بنسميها كأنها برشامة معدة، دي اللي هي إيه؟ الصورة اللي على يمنا ده تأثير الستيبل
او الدباسه اللي كنا بنقولها الدباسه الذكيه على المعده. اللي على يمنا تلاقي الخطوط مستقيمه ومش مفركشه كده وتحس انها مظبوطه 100%. اللي على الشمال تحسيها منحكشه، فيها دبابيس مش ماشيه كويس. طب وده بيبقى خطأ؟ معناها انه ممكن يحصل بقى، لا ده نسبه ايرور في الادوات، ده بيبين ان في ادوات كفاءتها 100% وامان 100% وفي ادوات كفاءتها مش 100%. وده بيخلي دي الادوات اللي كانت بتستخدم في الطريقه اللي قبل كده القديم مش الحديثه، حتى اللي هي الامريكيه بس كان الجيل الاول. عشان كده لما نلاقي حد بيقول الادوات الامريكيه فيها 4-5 فيرجنز، فاحنا لا، احنا ما بنقولش بنقول لا، الدباسه الذكيه اللي هي كمبيوترايزد اللي فيها نسبه امان 100% ما بيحصلش منها نسبه ايرور. مع طبيب متخصص وشاطر وفاهم وعارف الطرق وعارف الاستخدامات، يبقى احنا كده وصلنا للامان 100%. طب ايه الاسباب الثانيه اللي ممكن تعمل خلل في اي عمليه ممكن تتم والمريض ما يوصلش للي هو عايزه؟ يعني مثلا ما خسش بالقدر المطلوب، رجع زاد تاني بعد ما كان خس، يعني بيحصل حاجات كتير جدا. خلينا نقول حالات القيء اللي بتبقى مستمره. أيوة طبعًا، يعني في طبعًا. حالات بيبقى ما فيهاش قيء خالص وفي حالات بيبقى فيها قيء مستمر. بالنسبه لموضوع التخسيس والنزول في الوزن، هي الاسباب الاساسيه اللي احنا قلناها لحضرتك اللي هي تكنولوجي مش حديث، طبيب ما فيش خبره، طرق قديمه ولسه بنعملها لغايه دلوقتي، بحاول اقلل في التكلفه فاستخدم ادوات كوبيز عشان خاطر في دماغي ان انا بساعد المريض بس انا مش بساعده، بالعكس ده انا ضريته، لان في ادوات احسن في العالم كله. لما بيطلع حاجة حديثة ونسبة الأمان فيها بالذات في مجال الصحة، لما بيطلع حاجة أحدث اللي قبلها بيتلغي، يبقى ممنوع استخدامه. في مصر للأسف من أيام 67 من أول عمليات ألسمنا ما ظهرت في العالم، في لسه الدباسة اللي بيستخدموها بتاعة التدبيس المعدة القديم اللي هو أصلا عملية اتمنعت في العالم كله، موجودة حتى الآن وبتتعمل ولسه في ناس بتستخدمها للأسف. ما هو ده اللي احنا بنقوله، فالفرايتيز والتنوع ده موجود لأن احنا ما عندناش ستاندرز ماشيين عليها ورولز قاطعة. ده ظهر وده نسبة الأمان فيه 100%، يبقى لازم أوقف 97%، يبقى لازم أوقف 90%، يبقى ما استخدمش كوبيز، دي ممنوع، الحاجات دي ممنوعة في العالم كله. لا، إحنا هنا في كل حاجة موجودة، فإحنا بنتحرى بس النقطة دي. في مجالات بقى النحت وتنسيق القوام، نفس الموضوع بينطبق عليه لو تقارني ما بين شفط الدهون بالطريقه لسه القديمه. كنت هقول لحضرتك، انت ذكرت النحت من شويه، وكان كنا نسمع يعني من بدايه الحاجات اللي ظهرت اللي تحل مشاكل السمنه هي شفط الدهون. بالظبط. النهارده بقى النحت هو البديل ليه او الطريقه الاحدث. الطريقه الحديثه، لو نفتكر شفط الدهون الاول وتلاقي فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب جايبه السيخ تخين كده، الناس بتتخض مجرد ما تشوفه. عشان كده كانت بتبقى مؤلمه يا دكتور. مؤلمه ولها مضاعفات وفقدان دم ونتائج مش حلوه، وجلد متعرج وحته عاليه وحته واطيه وجزء رجع تاني وجزء ما رجعش تاني ومشاكل كتير. الفيزر حل المشكله دي تماما، بقى ذبذبات موجهه بتنقي الخلايا الدهنيه تسيحها بإبرة رفيعة بتدخل من تانية البطن، بتسيح الدهون بالكامل، فبتبقى النتيجة سموس وناعمة والجلد شكله حلو، بتموت الخلايا فما ترجعش تاني وما يرجعش تاني يزيد. الجزء اللي اتعمل فيه الفيزر ما بيرجعش تاني، لأن البالسس دي بتدخل تموت الخلايا الدهنية. دي بنج يا دكتور؟ دي ممكن تتعمل بمنوم خفيف أو بنج نصفي لو احنا عايزين المريض يبقى صاحي، يعني ينفع ده. عادة في الحالات اللي زي كده ما بنحتاجش بنج كل كامل. لما تقارني نتائج ده وده ونسبة الأمان هنا ونسبة الأمان هنا، لا فرق شاسع. فالطفرة دي والتقدم ده هو اللي خلى الناس تقول طب ليه ما أعملش نحت؟ ليه ما أخدش الدهون من هنا وأحقنها هنا؟ حتى الحقن في تقدم كبير لأنه بقى في تركيز فلتر بيفلتر الدهون، يطرد اي خلايا مش خلايا دهون ميته، كرات دم بيضاء او حمراء طالعه في الشفط، يدينا دهون مركزه فتعيش معانا، يدي شكل معين. فاصبح الشيبنج او الريشيبنج سهل
ونتائجه قوية وأمان. فتشوفي دلوقتي على منصات التواصل الاجتماعي الصور بقى والفيديوهات أيوة والناس طبعاً. اللوك ده ما كانش موجود خالص، ما كناش نشوفه قبل تاريخ، كان اللي بتعمل عملية شفط دي جاية داخلة تغامر. دلوقتي لا، الكلام اتغير، أي حد بياخد الخطوة بيحس إن الموضوع سهل. طب حضرتك وأمان. يعني بتختار إزاي؟ يعني هل ممكن حد يجي لك فوق المية مثلا يقول لك أنا عايز أعمل فيزا، أنا مش عايز أدخل أعمل عمليات مثلا، ولا دي تنفع لناس معينين وناس تانيين لأ لازم بصي يكون في حضرتك، تدخل تاني؟ السمنة والوزن ورسمة الجسم بتختلف تقييمها من شخص لآخر حسب الكالتشر ورؤيته الشخصية ورؤية زويه ورؤية زوجها ورؤية صاحباتها. ففي واحدة تقول لك لا أنا مش عايز أخس، أنا بحب جسمي يبقى مليان، طب بس أعمل لي البطن، البطن مثلا بعد الحمل باظت، وفعلا البطن مثلا بنسميها رمانة الميزان في الجسم، طب لما بيتظبط حتى لو هي جسمها مليان جسم كله بيتظبط. ففي واحدة تحب كده، فآه طالما ده التارجت بتاعها ونقدر نحققه لها ببساطة ينفع، خصوصا بما ان عندنا بقى الفيزر والجيب لازمة في الشفط والنحت وشد الجلد بدون جراحات. في واحدة تقول لك انا عايز اخس بس خايفة وجهي يفضى بالظبط، صدري يفضى، جسمي ما بقاش مرسوم، انا لما بخس بخس فاعتقد من انه فوق دلوقتي اكتر. بقى في حلول لكل شيء، حتى لو حد دخل عمل العمليه وفي اجزاء من جسمه نزلت اكتر من التانية، انتوا برضه بيبقى عندكم حلول تنسيق ده القوى. ممكن اصلا، اصل هي بلان لازم تتعمل من الاول. انا ممكن من الاول مثلا هنعمل لها ايا كان الاجراء للتخسيس، كبسوله مثلا، بالون، تكميم، تحويل، ايا كان، قبل ما تنزل للوزن المثالي ممكن اخد دهون واحقنها لها في المناطق اللي هي عايزاها. يبقى انا سبتها تخس من الجسم كله، بس مثلا قبل ما توصل ل60 وهي لسه في ال70 اقوم اعمل لها شفط وتركيز للدهون واحقنها لها في الوجه، ملي لها الوجه تاني، احقن لها في الصدر، في المؤخره، في عشان احيانا يبقى في تناسق في في كله. ناس بتحقن في انكل الرجل، في العرقوب، في ناس بتحقن في الجناب، في العضلة النايمة، نقدر نعمل ريشيبنج. يبقى هي خست وخدت الوزن المثالي، والنزول في الوزن معاها صحة أفضل، وصلت للشكل اللي هي وحققت عايزاه. الشكل اللي هي عايزاه. الكلام ده برضو ما كانش موجود زمان، وعشان كده فايدة إن يبقى الطبيب متخصص في كل الحاجات دي مريح جدا للمريضة. مش مثلا لا ده أنا هعمل لك تكميم وبعدين شوف أنت هتعملي بقى في جلدك وفي وجهك، لا ده أنا هعمل لك كبسولة ومعرفش بقى اللي بعد كده. لا، المتخصص في عالم السمنة والتجميل لازم يكون والجلدية فاهم في كل والليزر شيء والحاجات دي، فيما لازم يخص يبقى ده. عنده كل الأوبشنز عشان يعمل لها بلان متكاملة تطلع بيها بالنتيجة من غير سايد افكتس أو من غير حاجات تانية تضايقها. طب كنت بسمع كده انه في بعض الناس ممكن يدخلوا يعملوا العملية ويتعمل لها بعد كده حاجة اسمها تصحيح، ده حاجة موجودة هو فعلا؟ طبعا في فترة من الفترات، وما زال خلينا نقول ان ما زال العمليات بتجرى بطريقة غير صحيحة، ادوات ما بترسمش المعدة كويس، بتسيب حتة ضيقة وحتة واسعة. الحتة الضيقة تخلي المريض عنده قيء وعنده نقص بروتين ونقص فيتامينات، والحتة الواسعة تتمدد ويرجع يتخن في المستقبل. وده تكنولوجي الادوات له دور وخبرة الطبيب لها دور. ففي نسبة كبيرة من اختيار العملية نفسه ممكن يخلي مريضة بتحب حلويات وسكريات وعملت لها تكميم هترجع تتخن تاني. ففي نسبة كبيرة من اللي عملوا العمليات سواء زمان أو حتى حديثا بالطريقة القديمة بيرجعوا يتخنوا تاني، وده بيبقى محبط جدا بالنسبة لهم. طبعا. أنا عملت كل حاجة في حياتي ودايت وبرضه وأدوية ما فيش وكذا، فايدة. وجيت عملت العملية على أمل إن أنا خلاص أنا وصلت وفجأة لقيت نفسي بتخن. حاجة ديسابوينتنج جدا. لا، بعدها في حلول بأدوية نرجع نسد الشهية، طب الحرق قليل أدوية تزود الحرق، أقدر أعمل أكمل النتيجة بنحت، خست بقى 80 بس المشكلة في بطنها أو المشكلة النص اللي تحت هو اللي لسه مليان، يبقى لما أعمل لها النحت أبقى وصلتها للنتيجة. أقدر أعمل إعادة للعملية سواء تكميم أقلبه لتحويل، أقلبه لساسي، تحويل بالطريقة القديمة، وصلة واسعة زيادة أقدر أضيقها على طول مختلف أقدر أظبطها. كل ده إجراءات نقدر نعملها حسب حالة المريض طبعا. يعني أنا شايفة أنه فكرة الأمان بالنسبة لأي حد مقدم على فكرة عملية للتخسيس هي أكيد بتبقى الطبيب، أكيد لأنه هو طبعا بيبقى أهم فاهم كل حاجة. شيء. طبعا طبعا. نورتني يا دكتور، شكرا جزيلا بشكر حضرتك لحضرتك. وأشوفك شكرا على خير. شكرا. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان ليا عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير.